مين لسه في برا يا هلا؟ كنت اختك سمر استاذ. صار لها زمان ناطره؟ يعني شي ساعه. لا حول ولا قوه الا بالله، بنت اختي صار لها نص ساعه ناطرتني وما قدرت اشوفها، شو هالنهارات؟ المهم في مراجعين او زوار غيرها؟ لا ما في حدا. لكان الله يرضى عليك يا هلا، خليها تفوت، من هون لاخر الدوام مين ما اجى انا مهم. حاضر استاذ. لاني رح اقعد مع بنت اختي شي نص ساعه زمان، بعدين اهرب من الباب اللي وراني، ما بدي حدا يشوفني. تعبت كثير اليوم. حاضر. لا تنسي تبعتي لنا قهوه. على عيني استاذ فارس. مرحبا خالو. اهلا سموره. اهلين خالو. اهلين اهلين، تفضل عيدي. طمنيني كيفك؟ ماشي الحال. هي نطرني ساعه على الباب. معلش خالو لا تزعلي، من اهل البيت انت. على كل حال انا قصدي نطرتك مشان افضالك، واقعد اشرب انا وياك قهوه على رواق. ها وهي القهوه اجت. تفضلي خالو. يسلموا هالايدين. يسلموا. شو شايفتك مشغول كثير. خليها الله يا سمر، تاري المسؤوليه مو هينه بنوب، كلها دوشه ووجع راس. صحيح، بس انت قدها وقدود خالو. انو قدها انت الثانيه؟ راسي رح ينفجر من كتر الزوار والمراجعين. بتعرفي باليوم الواحد كم واسطة بتجيني؟ كم واسطة يعني؟ يا ستي أكثر من 15 واسطة، وكلهم من فوق الأساطير، ومو بوزارتي، بغير وزارات، يعني بدي أربح 100 جميلة لأقدر مشيها. بسيطة خالو، الناس بتوثق فيك كثير، ولولا محبتهم إلك ما كانوا قصدوك. يا ستي الله يكثر المحبين. بس أنو محبين فكري؟ المحبين اللي بيحبوني لشخصي مو لمركزي. خلاصة طمنيني هلا، كيفك؟ كيف التدريس معك؟ والله تعبانة يا خالو. لا ليش؟ الحقيقة خالو أنا قاصدتك بخدمة بخصوص وظيفتي، بس ما بعرف إذا فيها إحراج إلك. ولو يا سمر يا خالو، إذا أنت ما خدمتك مين بدي أخدم لكان؟ أحكي أحكي خالو أحكي، لا تستحي مني. خالو انت بتعرف انه انا تعينت مدرسة بمساكن برزة، ونحن ساكنين بمشروع دمر، يعني كل يوم بدي ادفع شي 40 50 ليرة اجور مواصلات، هذا غير الوقت اللي بضيع على الطريق. فعلا الله يعينك، مو قليلة هالشغلة. ولما قدمت طلب خالو للتربية لحتى انتقل على مدرسة النحلات الصغار بمشروع دمر، قالوا لي ما في شغل، بس هلا سمعت انه صار في شغل. بعد في مجال تحاكي لي حدا بالتربية لينقلني بسرعة بتكون فضلت علي. يا ستي تكرم عينك واعتبري موضوعك منتهي. بس اليوم خلص الدوام، ما حلاقي حدا. على كل حال خالو اكتبي لي كل المعلومات على ورقه، وبكره ان شاء الله اعتبري موضوعك منتهي. كاتبتهم خالو. هذا اتصل فيه ولا بالاجتماع؟ اتصلت الأنسة سمر مشان ذكرك بموضوع. منيح اللي اتصلت، والله موضوع غايب عن بالي. في حدا عم ينتظر برا؟ نعم استاذ في كثير. ما بتدخلي حدا لحتى انا اخبرك. حاضر. الو مرحبا ابو طارق. اهلا، عاش من سمع صوتك استاذ فارس. شو القصه؟ رح يكون مقاطعنا. يا سيدي إذا هيك من عندي أنا براءة، خلص معزول. ماشي ماشي، شو بدي أقول لك؟ بأي مدرسة بدها تنتقل؟ وبأي مدرسة هي موجودة هلا؟ يا سيدي على عيني، هلا بشوف الموضوع. بتعرف أستاذ فارس، لو إنك ما اتصل فيني كنت أنا ناوي أتصل فيك اليوم. لا، إلي عندك شغلة صغيرة. أنت بتأمر أمر يا أبو طارق، بس إلي عندني شغلتك. يا سيدي عند المهندس مناف مدير مؤسسة السكن الوطني. بس والله ما بعرفه منيح أنا. ولو أستاذ فارس، هذا مهندس مثلك مثله، زميله يعني، وأكيد ما راح يخيبك. يا سيدي هذا ابن عمي مسجل على بيت بمشروع الصحراء بالجزيرة الرابعة، ولهلأ ما خلصوا له تمديد الصحية. قال شو؟ إنه ما في مواد بالمستودعات. طيب وشو المطلوب مني؟
هلا انا سمعت قبل فتره انه المواد خلص صارت بالمستودعات والشغله كلها بدها تحريك صغيره من عند المهندس مناف. ماشي الحال، كتب عندك لنقلك. دقيقة. ايوه. طيب طيب. على عيني. مع السلامة. آنسة هالة. اطلبي لي المهندس مناف من مؤسسة السكن الوطني. ايوه نعم المهندس مناف عم يحكي. اهلا استاذ فارس. يا مرحبا. لا ولو وهل يخفى القمر؟ الله يخليك. طمني استاذ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. يا ميت هلا. ايه قل لي ولو انت بتأمر امر. ايه وصلت المواد تقريبا بشي اسبوع وحطيناها بالمستودع. لا 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 لسه ما وزعنا شيء ابدا. بتعرف انت في بعض الاجراءات لازم تساويها. مو قبل شهرين. ايوه. ايه ولو. اذا كان هذا الشخص بيعز عليك كثير ولو بنتوصل فيه. على راسي. بس شو قلت لي رقم الجزيرة؟ يا سيدي خلص. الجمعة الجاية حنزل له الورشات كلها. على راسي. دخيل عينك استاذ فارس، بدي منك شغلة بس. الله يخليك. ابن اختي غياس عم يعمل رخصة استيراد، بقى شغلته واقفة على نكشة. ايه، بمؤسسة المشاريع الإنمائية. طيب وشو دخلني أنا بهالمؤسسة؟ ولو شو نسيت إن المدير العام تبعها أبو طراف من بلدكم؟ من بلدنا؟ شو جاب بلدنا لبلد أبو طراف؟ أنا من وادي العسل وهو من وادي البصل، يعني في جبل كامل بينه وبينه. ايه دخيلك هلا وقفت على هالجبل. اخي انتو كلكم نعتبركم منطقة واحدة. طيب طيب انا رح احاول احكي معه بس ما بوعدك. ها يا سيدي انت ابوها، واذا نويت تحط ايدك بالموضوع بتنهيه بمكالمة واحدة. ماشي انا عم استنى منك جواب. الله معك. مع السلامة. الو كيفك ابو طراف؟ اهلين. مين عم يحكي؟ يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا استاذ فارس. طمني كيف احوالك؟ والله مشتاق لك. شو اخبارك؟ الحقيقه انا كنت متوقع زيارتك من زمان. صدقني من يومين كنت بدي اتصل فيك بس عدم المؤاخذه رقمك الخاص ضايع مني. لا 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 بس في لي شغله عندك صغيره كثير. هذا يا سيدي بنتي راما، انت بتعرفها لراما ما هيك؟ ايوه ايوه عم تدرس حقوق والسنه بدها تتخرج، بس النهفه انه راما معلقه على ماده واحده بس. الله وكيلك صارت مقدمتها 3 دورات وما كانت الدكتوره تنجحها. طيب شو اسم الدكتوره؟ اسمها الدكتوره ليلى السعودي، اكيد انت بتعرفها منيح. ليلى السعودي؟ بعمري ما سمعت باسمها. طبعا طبعا متاكد. شلون؟ تجتمع معي بجمعية السنابل السكنية؟ صدقني مو كثير أخذت بالي منها. طيب طيب على كل حال نحن بعد يومين عنا اجتماع بالجمعية وراح أحاول أتحركش لك فيها. إيه طيب طيب نقلني المعلومات لك أنا إذا بتريد. إيه على راسي. اكتب عندك رقم المركز 4. وعلى فكرة هي معلمة الورقة منيح. ايه ايه راسمة نجمة بالصفحة الثانية على اليمين. دغري دغري بتتعرف عليها. يا سيدي بارك الله فيك، يعني اعتبرها مثل بنتك. بس يعني بدي منك شغلة صغيرة. ايه ايه تفضل. رخصة استيراد باسم مين؟ لحظة 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 لسجل عندي اذا سمحت. ايوه ايوه حاضر. مع السلامة. مرحبا خالو. أهلين خالو تفضل. شو وين أمي؟ ماما بالمطبخ هلأ تجي. طمني خالو
ان شاء الله مش الحال. والله يا خالو ما مش الحال. اوف كيف لحتى؟ شو كيف؟ انت هذه الشغله صعبه كثير. يعني مشان انقلك لمشروع دمار، اسمعي لائحه الطلبات اللي انطلبت مني. بدي ادبر مواد صحيه لبيت ابن عمه لمدير التعليم، وبدي طالع رخصه استيراد لابن خاله لمدير السكن الوطني، وبدي نجح بنت مدير المؤسسه المشاريع الانمائيه بالحقوق، وبدي ادبر بعثه داخليه لابن مدير المؤسسات المتحده، وبدي طالع رخصه صيد لرئيس جمعيه الرفق بالحيوان، ورخصه كشك لابن عم جيران مدير الشؤون، ورخصه غاز لقرايب مدير الطاقه، ورخصه مطعم لقرايب مدير التمويل. هذا غير الالتماسات والاستثناءات والتوصيات. ايه وشو المعنى خالو؟ خدي مني كل شهر 1500 ورقة وخليكي بمساكن برزة. ما جرى بيننا كان تهورا كثيرا. شفتي هالفستان اللي لابسته؟ علينا ناسا يبعت لحمش ولابق له، يعني رح ياكل منا شقفة مو هيك؟ ولا هالمكياج اللي حاططه تقولي مرسوم رسم؟ لا وقال بهالحلقة رح تنقتل روزاورا. مو روزاورا اللي رح تنقتل؟ انما انا الاول لتصحيح الخطأ. لكن مين؟ البرتو؟ غدا. يا حرام سوف نعود. والله ناوي ازعل عليه بس يلتي. يا ريتك ما قلتي لي. يلا ستي ماشي الحال. يلا على الحالتين رح اذرك. ساكف عن ازعاجك كاساندرا، ستتحرري. بتصدقي امبارح لما لويس اكل كف من جوكستا كاني انا اللي انضربت؟ يعني قد ما انقهرت عليه زعلت من جوات قلبي. طرفه كما يحلو لك. ايه مثل ما عم قلتي. ضليت معكره كل السهره. وجوزي عجز ليعرف شو بني، ما في فايده. ضليت عابسه وبارمي بوزي وعقتي بوشي شبري. ايه بس معي حق ازعلها. لكن قليله شب حليوه مثل هاد ينضرب كيف؟ لا مو بس انا اللي زعلت، كل نسوان البنايه زعلوا. شلون؟ لا جوزي ما عم يتابعه. قال شو؟ ما عجبه. دخيلك بس بدي افهم شو يلي بيعجبه. على كل حال وينك؟ يلا احسن بلا ما يقعد يبصبصلي على جوكستا كل يوم وينلحس عقله فيها هو الثاني. ماشي الحال، إلي حديث معك بعدين بس تخلص الحلقه. يلا خاطرك. خلصينا فريحة رح نتأخر. ايه طول بالك لتخلص جوكستا. هلا كل يوم على هالمنوال؟ كل يوم بدك تعطلي حالك بهالوقت مشان جوكستا؟ اما هي سمعة والله. بعدين وينك؟ شغلة طويلة؟ مو 15 حلقة مثل المسلسلات العربية، هدول 190 حلقة، يعني 190 يوم ورا بعضهم البعض. ايه شو شايفني عم تابع كل الحلقات انا؟ بس هالحلقة بالذات حلوة كتير وبدي تابعها. وشو عرفك انه حلوه؟ جارتنا لينا شافتها من يومين من الام بي سي وقال انه روزاريو رح يقتل البرتو ورح يتهموا جوكستا بالجريمه. لا حول ولا قوه الا بالله. لك شو صار لهالبلد ما بعرف؟ صار في عنا موضه اسمها جوكستا. النسوان بالاستقبالات عم تحكي بجوكستا، الرجال بالمناسبات عم يتغزلوا بجوكستا، المسؤولين الكبار بالاجتماعات السياسية ما لهم سيرة إلا جوكستا. ومو بس هيك، نص منتجات البلد صار اسمها جوكستا، المحارم وفوة الأطفال، العلكة، المصاص، البوزة، البوشار، كلهم اسمهم جوكستا. ولك حتى دواليب البسكليتات طلع منها ماركة اسمها جوكستا. هذا غير المحلات والمطاعم والفنادق والكافيتريات يلي سموها جوكستا او قريضة جوكستا. ان شاء الله ما بقى غير يسموا شوارع باسمها. يعني تقولي ما عنا حلوات بالبلد؟ اي صدقيني بيطلع عنا اكثر من 1000 وحده احلى منا. اي والله والله الصبايا عنا مثل زر الورد، لك مثل برعم القرنفل، بس هيك الناس عنا دغري بتتاخد وبتنبرع. خلاص كلهم برع بجوكستا. بعدين ما في شيء زايد، ها؟ كله مكياج ولبس وإضاءة، خدع يعني خدع. هلأ أنت ليش مزعوج من هالقصة؟ لك يا عيني طبعاً بدي انزعج، لأنه كل شيء زاد عن حده بينقص. أول شيء المسلسل عادي كتير وكله مطمطة وحواراته مكررة وطويلة ومملة كمان. تاني شيء إخراجه أقل من عادي وتصويره بالغرف وبالبيوت. يعني لو كان شيء مسلسل أجنبي عليه القيمة من هالمسلسلات المبهرة مثل دلاس، مثل الجزور، مثل شوكازولو، داينسيتي، كنا سكتنا. بس ما في شيء بيستاهل.
يعني هالمسلسل ما بيزيد ولا بينقص عن الروايات العاطفية هي يلي بتنباع على الأرصفة للمراهقين والمراهقات. عبير هلأ ليش عم تنفخ قلبي؟ كل شغلة بتعمل لها إيدين ورجلين أنت، يعني كأنه حدا ضربك على إيدك وقال لك تابع المسلسل. يا أخي ما عجبك لا تتابعه، بس عيرنا صوتك لتخلص الحلقة إذا بتريد. سيبدأون بالبحث في الجزر. أمرك وهي سكتنا، تابعي على كيفك. بس بتعرفي شعبنا ذكي وحربوق وبيعرف من اين تؤكل الكتيف. شلون يعني؟ يعني عرفوا كيف يستغلوا شعبيه جوكاستا ويستفيدوا منها. يعني في ناس قطعت العمله قطع من وراء الشغله ونحن قاعدين عم نتفرج. بقى ليش انا ما بستفيد من جوكاستا مثل ما استفاد منها غيري؟ شلون بقى؟ بدك تسمي مكتبك باسمها يعني؟ لا بس عم فكر بشغلة أهم من هيك بكتير. أهلين أستاذ سعيد. يعطيك العافية. الله عافية. شو معلم؟ هل لغيت عرض الأزياء تبع الخميس الجاي؟ إيه لغيته. بس نحن حاجزين الصالة، دافعين رعبون؟ أنا اتفقت مع صاحب الصالة إنه نلغي العرض ورجع لي نص الرعبون. شلون بقى؟ تعال لك تعال. تكاليف الإعلام. معلش يا عامر، هيك خسارة بسيطة ما رح تأثر علينا أبداً، ومستعد أخسر أكثر من هيك كمان حتى غني الموالي اللي براسي، وبدي غنيه برواق. موال؟ أنو موال؟ هلأ بدي أسألك سؤال، عارضات الأزياء يلي عنا، فيك تسميهم عارضات أزياء بالمعنى الصحيح للكلمة؟ هو صحيح مو كل هالقد هن، وأشكالهم نصها غلط، بس يعني مشوا الحال. ما بدي تمشايت حال، أنا ناوي أعمل عرض تحكي فيه البلد كلها. حاجتنا بقى حاجة تسكيج. هلأ صار لازم نقب ونطلع على وش الدنيا ونعيش مثل الخلق. أما أنا مجهز لك عرض، مو حيلا عرض أبداً، صرعة، صرعة فنية حقيقية، فيك تقول قنبلة الموسم، ضربة العمر، مفاجأة القرن. شو هالعرض سعيد بيه؟ أكيد محضر شغلة مهمة. مهمة وبس؟ أنا عم جهز لعرض راح تشترك فيه نجمة عالمية من برا. شو هالحكي؟ ومنو هالنجمة؟ المس إيلين. ايه امبارح اتصلت فيها على المكسيك واتفقت معها على كل شيء، وبعد اسبوع راح تشهد البلد اهم عرض ازياء بتاريخ الحديث. بقى يا عامر بدي تجهز لي حالك لانه نحن راح ندخل التاريخ الفني ومن بابه الواسع كمان. عفوا سعيد بيك، بس انا ما سمعت باسم هيك عارضة. معك حق ما تعرفها، كل الناس ما بتعرف اسمها الحقيقي، بتعرف جوكاستا وبس. جوكاستا؟ ايه نعم جوكاستا. جوكاستا بطلة المسلسل يلي دوخ البلد وهستر الشعب وعذب المراهقين ولوع المراهقات وشطط ريالة الختايرة. جوكاستا يلي غلت أسعار التلفزيونات والدشات ورخصت أسعار الفيديوهات. جوكاستا اللي صارت أشهر من زنوبيا وسمير ميس وكيلومترا رح تجي بجلالة قدرها لهول على البلد. بقى متخيل أنت شو رح يصير بالبلد يا عامر؟ يا لطيف، فعلاً ضربة معلم. وقبلت تجي؟ وليش لحتى ما تقبل طالما وافقت على كل شروطها؟ أكيد طلبت بلاوي. أسيدي البلاوي مو شيء قدام البلاوي الزرقاء يلي راح نطالعها. فعلا معك حق، لازم نستثمر وجودها بهالبلد بكل الوسائل. بس على فكرة الصالة صغيرة ما تكفي، بدنا مكان أوسع. طبعا، لأنه أكيد راح يصير زحف جماهيري شعبي واسع لرؤية التحفة النادرة. بس المشكلة ما في أكبر من هالصالة بالبلد؟ لا في. وين؟ الملعب البلدي. الملعب البلدي؟ برافو عليك جبتها. قوم اتصل لي بهيئة الرياضة والشباب حتى أحكي معهم. بس قلتك بيقبلوا يأجرونا الملعب؟ يا سيدي لما بيسمعوا باسم جوكاستا ما راح يقولوا لا. ليش بهيئة الرياضة والشباب؟ بيعرفوا جوكاستا كمان؟ إيه لكان، بيعرفوها أكثر من ستيفي جراف ونادية كومنتشي وغادة شعاع. بتصدقي انه اجتني عروض من كل اوتيلات البلد الكبيره لاستضافه جوكاستا مجانا؟ اوف، وليش لينزلوها ببلاش؟ هيك نوع من الدعايه للاوتيل، لا تخافي عليهم بيحسبوها منيح. وانت وين ناوي تنزلها؟ انا راح اترك لحريه الاختيار، وطالما شغلي ببلاش وين ما بدها تنزل شو بتفرق معي انا؟ بقى شفتي بشاير الخير يا فريحه؟ أنو بشاير اللي عم تحكي عنها؟ هي لسه ما وصلت ووفرنا أجور إقامتها،
لا ومو بس هيك، كمان رح نوفر أجور كل المواصلات. ها وشلون رح توفروا؟ كمان شركات تأجير السيارات عرضوا علينا أحدث السيارات ليحطوها تحت تصرف جوكاستا ومجانا. ايه الله يوفق. معليش، على كل حال انت اشرف لي بنفسك على راحتها وخلي الصحفيين ينصرفوا. ماشي على عيني. يلا ماشي. سنيورا جوكاستا، سنيورا جوكاستا بليز كم. فانتاستيك، اي كان بليف وات اي سي. ريلي سنيورا جوكاستا، ويلكم تو اور كونتري. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. How did you see the people here? Marvelous. It's incredible. I can't believe what I see. سمعت شو قالت؟ قال ما عم تصدق اللي شافته بعيونها، ولسه ما شافت شيء، يعني إذا ما بتمشي وراها مظاهرة بالطريق، ما بيكون اسمي سعيد. Oh, thank you, thank you. Oh.
What kind of coffee is this? Arabian coffee. Very nice. بس حلوة الدرسانة ها؟ يعني بتستاهل يمشي الواحد وراها طول عمره. بقى شلون شايف انت؟ لك شي بيمزح العقل. Thank you. Please, I want to go to the hotel to get some rest and relaxing. Yeah, yeah, of course. عامر الله يرضى عليك، روح خد على الأوتيل وفرق لي هالحشود اللي برا، حاجة. طيب وإذا ما بعده شو بنعمل؟ والله بيني وبينك هو لازم ندبر شوية قنابل مثيرة للدموع، بيلزمونا بهالوقت. ما بدنا أمن وشرطة. مساء الخير. مساء النور وين؟ نعم. عاش مين شافك؟ ولا من لا أحبابه ولا أصحابه؟ مين قصدك يعني؟ مين يعني؟ الست جوكستا يلي لزقت فيها ليل نهار وما عاد تركتها. بعلمي ما عجبك المسلسل اللي طلعت فيه متعلة، هلأ صرت من معجبينها وأنصارها؟ ولك يا حبيبتي هذا شغل، شغل بزنس إز بزنس. إيه شغل ما اختلفنا، بس ضروري تلزق فيها ليل نهار 24 ساعة ل 24 ساعة؟ هلأ فريحة، أنت غيرانة منها؟ إيه لأ. إذا من هي ما غرت من مين بدي غار لكان؟ من سامية حسني ولا من هالة جزائري؟ إيجارنا أبو صبحي عمره 80 سنة ونلوق حركه لما شافها. بقى كيف أنت؟ صدقيني يا فريحة ما عم بقدر أترك المكتب ولا ساعة. وليش بقى؟ اتصالات ومواعيد وحجوزات ودوخة دوخة يعني دوخة إلى أول ما لآخر شو الحكي؟ وأنت شو دخلك بهالشغلة؟ إن شاء الله عم تشتغل لي سكرتير للست جوكستا. مو قصة سكرتير، بس لازم يكون بصورة كل شيء. الله وكيلك تليفوني ما عم يهدى. الوزير الفلاني بده يعزمها على الغداء. المسؤول العلتاني عامل حفلة استقبال على شرفها، وهذا بده يعرف على مرته وولاده، وهذا بده يعمل له برنامج سياحة على حسابه، وهذا كله غير رجال الأعمال والشخصيات الكبيرة بالبلد. وكله بيقول لك لازم نقوم بواجبها، لازم نعطي صورة حلوة عن بلدنا، لازم تاخذ انطباع طيب عن شعبنا. وبينطروا لي محاضرة طويلة عريضة عن سمعة البلد وحسن الضيافة والواجب الوطني، وعم قل لك كله صار وطني وبيغار على سمعة البلد قدام جوكاستا. يعني والله شغلة منيحة، جوكاستا خلتهم يشعروا بوطنيتهم. مو انت جبت لحالك وجعة هالراس؟ مزبوط وجعة راس، بس وجعة راس لذيذة ومفيدة. يعني منه منضب شوية مصاري ومنه منتعرف على كل هالناس. لا تقولي يمكن هالناس هي تفيدنا بالمستقبل. وايمتى العرض؟ خلصونا هالشغلة بقى. يمكن الملعب البلدي ما يسع، مشان هيك رح نعمل عرضين او ثلاثة، لانه الناس اللي حجزت بدها ثلاث ملاعب قد الملعب البلدي. ايه يا القلبة وقلبك. عفاد يا عفاد عفاد ليش عم تعيط؟ لك على جوكاستا عامله جوله بسوق الحمديه. شو هالحكي؟ والله يا ماهر دير بالك على المحل وراح اتفرج على جوكاستا. انا رايي معكم. خدني معك معلم. يا ابو عزاد يا ابو عزاد ايوه مشان اتفرج على جوكاستا نازي على الحمديه. بتحكي جد؟ دير بالك على المحل يا بي. ايه انا عين. هلا طالما رح يحضر الافتتاح مسؤولين كبار ووزراء وشخصيات كبيره واعضاء من البعثات الدبلوماسيه وممثلين عن هيئات ونقابات البلد، معقول ما يكون موجود سفير المكسيك؟ فصاعه على النسوه. لك شلون فاتتنا هالقصه عامر؟ المفروض يكون سفير المكسيك اول المدعوين للافتتاح. منيح اللي نبهتني لهالشيء. والله ما احلاه بكره يضرب الحفله من السفراء الثانيين وهو ما يكون مدعو. مو من شان شي، بس بنت برده هي يعني بيفرح فيها خير الله. بعدين بيني وبينك بجوز بالمكسيك ما يصح له يشوفها شخصي، بقى هلا عنده فرصه ليتعرف عليها هون. معك حق، لانه شعبيتها بالمكسيك قد هون على 100 مره. طبعا اذا هون تسكر سوق الحمديه والحريقه لما مرقت فيهم وتعرقل السير بساحه الامويين 3 ساعات لانه طلعت اشاعه انها رح تمرق من هنيك، بقى كيف بالمكسيك؟ إلك أنا عمي، هي اسمها نجومية، هي هيك النجومية يا عمرها ما تكون. وين رقم السفارة؟ اطلب لي اياها. ألو؟ تفضل. ألو، ألو مرحبا سنيور. يا أهلا وسهلا. ممكن أحكي مع سعادة السفير بالله؟ أنا سعيد اليخشي.
منتج فني ومتعهد حفلات. عم يسألني شو الموضوع؟ اشرح له يا. سي سينيور. بتحكي عربي؟ بتحكي عربي مو هيك؟ عظيم سينيور. أنا مستضيف المس إيلين بطلة مسلسل جوكاستا. نعم، مستضيفة بالبلد وحابب أدعي سعادة السفير لافتتاح عروض الأزياء. إيه يعني باعتبارها نجمة مكسيكية. إيه. أنا معك. رح يبلغ سعادة السفير. أكيد السفير رح يطير عقله لما بيسمع بهالدعوة. إيه طبعًا. أيوه أيوه معك معك أنا. نعم. نعم. هو لك هالحكي؟ ايوه ايوه. طيب مع السلامة. خير شو قال؟ اعتذر السفير عن الدعوة. اوف، وليش لا يعتذر؟ قال هالممثلة يلي طاير عقلكم فيها ايه؟ ببلادها ما حدا سمعان فيها ومو قايمينها من أرضها. معقول؟ ايه، يعني إذا ببلادها مو معروفة، ليش نحن عم نطبل لها ونزمر لها لكان؟